تسعة معلم. خلص جايين على مرحلة جديدة وبدي غير وصلح كل شيء. والله برافو برافو عليك. بشو حتبلش؟ أول شيء حبلش بحالي بصراحة. عظيم عظيم، نحن من زمان ناطرين هذا الشيء، برافو عليك. لا حضرت حالي كتير منيح وجبت كل الأغراض يعني. والله شو جبت؟ أول شيء بصراحة جبت لك الصبغة، وبعدين بدي أزبط شعراتي. شو بدك تغير لون؟ ايه بدي غير اللون كله سوا يعني، وبعدين أهم شيء البوتوكس عندي. والله البوتوكس والله منيح، كتير كتير منيح. ايه ليكو مشان الفرق شو هتعمل، فرق يمين أو شمال؟ ليك ما بتفرق بصراحة يعني، حسب المرحلة بشوف يا شمال يا يمين يعني أضبطها. والله برافو برافو عليك. طب وليك يعني هذا شو الهدف منه يعني؟ الهدف حبيبي بدي طل بحلة جديدة على المرحلة الجديدة. والله برافو عليك. كيف حتكون أول طلة لإلك؟ بصراحة بصراحة يعني هيك حاسس بدي أهبلهم. كيف يعني؟ يعني بصراحة بدي خلي الصورة تحكي. لازعت كل شيء.